اللي كنا نعتزوا به كلنا كمغاربه، واللي بلا ما يديرها راه هز العالم ديال المغرب، لا هنايا لا في الخارج، لا بيان سور كما بحال اللي كيعرفوا الجميع كاملين بانه في لاكازا دي بابيل شكون ما كيعرفهاش، بانه واحد مغربي كيستدعيه وكيعرضوا عليه وهما اللي عرضوا عليه وكتشفوه باش انه يكون كيمثل في هاد السلسله هذه اللي معروفه على الصعيد العالمي، وبانهم اللي غادي يديروا غنقولوا بانهم مغربي كيشارك في هاد السلسله. برافو عليك وتبارك الله عليك، ومره ثانيه كنرحب بكم في لاشين بارسيلو وبالسميه ديال البريزيدون ديالنا مسيو انريكي كيرحب بكم حتى هو، ومحلكم هذا ومرحبا بالجميع، وكنتمنوا التوفيق للسي محسن ناشر، مرحبا بالجميع. ودابا غنخليكم واحد لا فيديو اللي كتبين لاشين بارسيلو على الصعيد العالمي، ومرحبا بكم. بون السلام عليكم، كنحيي اوتيل بارسيلو على الاستضافه وعلى حسن الاستقبال، كنحيي لالا مجدة برادة على الضيافه ديالها والاستضافه ديال الفندق اللي واخد الحمد لله شهره كبيره. ثاني شيء كنحيي جميع الحضور اللي حاضرين معنا الان في الاوتيل، وشكرا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارتاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.